وياتي احتفال مصر بعيد العمال هذا العام وسط عدد كبير من المكاسب حصل عليها العمال في الاونه الاخيره. فلاول مره في التاريخ يتم زياده الحد الادنى للاجور 6 مرات متتاليه، بدءا من زياده الحد الادنى للاجور من 1200 الى 3200 بنسبه تصل الى نحو 191% خلال الـ8 سنوات الماضيه، وهي زيادة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر. مكتسبات عدة يحصل عليها العمال خلال احتفالهم بعيد العمال هذا العام. لمزيد من إطلاق الإضاءة عليها ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك سيد مصطفى. وفي البداية حينما نتحدث عن عيد العمال هذا العام، يعني نلاحظ أنها ليست احتفالية بروتوكولية، ولكن هناك الاحتفال بعيد العمال وسط عدد من الافتتاحات، وأتوقف هنا عند مبادرة ابدأ وما استطاعت أن تحدثه هذه المبادرة فيما يتعلق بالتوجه بقوة نحو المجال الصناعي. كيف ترى هذه المبادرة وما تم افتتاحه خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين، واسمح لي بقول لهم كل سنة هم طيبين للعمال والعاملين في مصر. طبعا السيد الرئيس النهاردة بيولي اهتمام بأنه يكون في يعني أسبقية لافتتاحات عدد من المشروعات الصناعية الكبيرة اللي هي دعمتها مبادرة ابدأ. المبادرة يعني أخذت اهتمام كبير جدا على عاتقها، أن هي تساند العديد من المشروعات للأسف اللي كان في جزء منها كان أمامه صعوبات وتحديات خلال السنوات الماضية. بتوجيهات طبعا من السيد الرئيس، مبادرة ابدأ دخلت في يعني تحدي كبير جدا لإعادة تشغيل بعض من الشركات والمصانع اللي هي كان عندها عدد من الصعوبات، واستهدفت كمان أن يكون في توجه لمساندة أو افتتاح العدد من المشروعات بطريقة الأفكار والابتكارات الجديدة اللي هي تبنتها مع العديد من الوزارات ورجال الأعمال والمستثمرين. زي ما احنا بنشوف النهاردة بكورة إنتاجهم أو زي ما بيسمى يعني نتيجة أعمالهم ويعني التحسن الكبير، افتتاحات النهاردة أمام السيد الرئيس عدد 5 مشروعات، واللي كمان بيطلبوا المستثمرين ورجال الأعمال مزيد من دعم فخامة الرئيس لزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج وزيادة توطين الصناعة. فهذا الأمر فيه نجاح كبير الحمد لله، كلما بيمر الوقت بتوطين الصناعة بيحقق نجاح في زيادة التنافسية، بيدي فرص لتوفير فرص العمل، بيوفر العملة الصعبة، بيستحوذ على مزيد من الأسواق لدخول السلع المصرية والمنتج المحلي المصري، بيرفعوا شعار صنع في مصر. النهاردة بتشوف اللقاء اللي السيد الرئيس بيتحدث بيه مع رجال الأعمال بيتباهوا ان هم النهاردة المنتج المحلي والشركات المصرية بتخش في عدد من الأسواق سواء الإفريقية او الأجنبية أوروبية او عربية باليد العاملة المصرية. ده يعني جزء كبير جدا بيشكر لمبادرة ابدأ وايضا لتوجيهات السيد الرئيس وللحكومة. الحمد لله في يعني خطوات يعني توطن الصناعة، ده بيدي يعني قدرة للدولة المصرية لدخولها الأسواق اخرى. اتفضل يا فندم. طيب يعني حينما نتحدث عن الاقتصاد المصري من الرائع أن تكون هناك تقارير دولية تتحدث عن الوضع الداخلي فيما يتعلق بعجلة الاقتصاد المصرية، يعني من ضمن التقارير الهامة توقعات من البنك الدولي باستمرار تراجع معدلات البطالة في مصر. البنك الدولي يعني بيشير إلى تراجع معدلات البطالة تصل إلى 7% 2023-2024، ووضع عدد من المعايير والمقادير فيما يتعلق بتراجع معدلات البطالة. وبعد أن كانت البطالة في 2013-2014 كانت تصل إلى 13%. يعني نتحدث عن المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع انخفاض معدلات البطالة، وبالتأكيد التوجه نحو
الاتجاه الصناعي أو القطاع الصناعي هو أحد العوامل الأساسية التي تسعى إلى تخفيض نسبة البطالة. شوف حضرتك سؤالك في غاية الأهمية، وإن كان طبعا شرح من البنك الدولي والتقارير من البنك الدولي بتثني على مصر في زيادة التحسن في عدد كبير من المشروعات، سواء المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متناهية الصغر، والتوجه ببرنامج مصر لعملية زيادة التصنيع، أعتقد ده أمر في غاية الأهمية. ونحن زي ما حضرتك تفضلت من 2013-2014 كان بيقترب مؤشر البطالة القرب 14%، هو كان 13.7 تقريبا، خلينا نقول 14%. النهاردة بنتكلم وإحنا في 2023 تقريبا إحنا بنتكلم في حدود 7%. فده بمجهود كبير من اللي قامت بيه الدولة في التوسع في زيادة الاستثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر على كل أنشطتها، سواء بقى الزراعية سواء الصناعية سواء التجارية. وطبعا لا نغفل ان في كثير من الامور هي اللي كانت بتزيد من حركه النشاط للشباب، ويمكن حضرتك تعلم جدا ان اكثر من مره السيد الرئيس حضر مشروعات لمتناهيه الصغر في العديد من المحافظات، فده بيدل على ان في طاقه انتاجيه الحمد لله ابتدت تزداد في المشروعات متناهيه الصغر. ولكن طبعا لا ننسلخ من الوضع الاقتصادي العالمي، خلينا نقول ان طبعا التأثيرات العالمية كان ممكن نكون بمؤشرات البطالة افضل من ذلك، وطبعا الحمد لله احنا النهاردة الدولة بتسعى ان يكون في استبدال في التوجه الاقتصادي، زي بالموافقات، زي بتحسين القدرات الاقتصادية بالتيسيرات في الموافقات او الحصول على القروض للمشروعات، زي ما النهاردة السيد الرئيس قال ان هو هيوجه بزيادة الاستثمارات مع المشروعات اللي كان بيفتتحها النهاردة مبادرة ابدأ. ده علشان يحسن من قدرة الصناعة المصرية، ده بيدي استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي المصري، لتأمين الصناعة المصرية، للحفاظ على سلامة كمان الوضع الأمني الغذائي. ما ننكرش ان احنا أمامنا تحديات كبيرة نظرا للظروف العالمية والحركة الاستيراد والسعر الصرف، ولكن ان احنا النهاردة في مصارحة او مكاشفة من السيد الرئيس قد ايه المجهود اللي بيقام على زيادة الاستثمارات دي وتجديد المشروعات، كل ده يا فندم عبارة عن اطر بتوضع في الوضع الاقتصادي اللي بينعكس ان بنحقق قيمة مضافة للاقتصاد وللموازنة العامة للدولة، اللي انت النهاردة بتحاول تنافس في زيادة لدخولنا للاسواق الخارجية. يمكن حضرتك لاحظت امبارح مقابلة السيد الرئيس برئيس وزراء اليابان، وقد ايه احنا بنحاول نعمل شراكات استراتيجية مع الدول عشان ننقل تكنولوجيا. كل ده النهارده بيوضح ان الوضع الاقتصادي امام تحديات، ولكن احنا بنكافح من زيادة توطين الصناعة، زيادة فرص العمل، اعتقد ده ان شاء الله يحقق نجاح في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. صحيح. ويمكن استكمالا لتقرير البنك الدولي فيما يتعلق بانخفاض معدلات البطالة، البطالة بيصل ان عام 2027 انها تنخفض الى ما دون 7% وتصل الى 6%، وده معدل اعتقد ان هو معدل ومؤشر هام جدا للاقتصاد المصري. من ضمن الأمور أيضا التي نتوقف خلالها من خلال الاحتفال بعيد العمال، هو عيد العمال بيكون كشف حساب ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. كيف ترى ارتفاع أو زيادة الحد الأدنى للأجور لأول مرة في تاريخ مصر 6 مرات متتالية، وأثر ذلك عن توجه والخطوات التي تتبناها الدولة المصرية فيما يتعلق بالتحرك في كافة الأصعدة؟ الدولة لا تتوقف في المشروعات القومية، لا تتوقف في عملية القطاع الصناعي، لا تتوقف في العمل على خفض معدلات البطالة، وأيضا هناك عين للدولة فيما يتعلق بالمظلة والحماية الاجتماعية لكافة العاملين في الدولة. بكل تأكيد خلينا نقول النهاردة صحيح عيد العمال بيكون في زي ما بيسمى تقارير لكيفية توجه الدولة لتحسين الأجور والمعاشات لأصحاب الأجور وأصحاب المعاشات، وهذه ليس الخطوة الأولى. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت خلال السنة الماضية والسنة الحالية
زيادة الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة وزيادة المعاشات أكثر من مرة. دي توجه من السيد الرئيس لحماية المجتمع وللأسر المصرية من يعني انعكاسات مؤشرات التضخم والزيادة في مستويات الأسعار. تمام. وطبعا الدولة بيبقى ليها رؤية وبترفعها للسيد الرئيس كيفية المعالجة، ويمكن حضرتك تعلم جيدا أن في الموازنة الجديدة للدولة الحماية الاجتماعية والدعم رفعوا السيد الرئيس من حوالي 385 مليار جنيه لأكثر من 530 مليار جنيه. ده نتاج عن إن إزاي نحافظ على مكتسبات الدولة بأنه يوجه الدعم ويوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين وللأسر المصرية. الجانب الآخر في خطوات استباقية، دايما الدولة والسيد الرئيس بيرعى ان يكون في حمايه للعاملين، في حمايه ان يكون في زياده للمشروعات حتى ما تنعكسي موجه الغلاء على المواطن والاسره المصريه. من ضمن الامور كمان زي ما حضرتك تفضلت التقارير من صندوق النقد مؤشرات البطاله، ده انعكاس لزياده الاستثمارات اللي الدوله بتقوم بيها في توجه كبير جدا ازاي تفتح استثمارات في جميع المحافظات، ازاي تستبدل المنتج الاجنبي بالمنتج المحلي، ازاي توفر فرص عمل، ازاي تهيئ لزيادة التراخيص والاستثمارات في ايام قليلة لاعتماد الاقتصاد الوطني على هيكله الاساسي. النهاردة زي ما حضرتك بتشوف كده السيد الرئيس بيوجه كمان ان في يكون في صندوق للعمالة غير المنتظمة، ده لدمج الاقتصاد اللي هو الموازي او الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. ده بيدي قدرة اقتصادية لتحسن موارد الدولة، ده بيدي قدرة لتحسن الموازنة العامة الدولة، ده بيحمي الناس اللي هي العمالة الغير منتظمة لما تخش في مظلة الاقتصاد الرسمي بتخش في حماية اجتماعية، بيقدر يكون ليه النهاردة رؤية للحكومة في حماية هذه الأسر وهذه المجتمعات. كل ده النهاردة فندم تقريبا بيكون في توجيهات بتخطيط استراتيجي للدولة لدمج الاقتصاد كله في سياقه الأساسي علشان يعود بمردوده على المجتمع، وإن شاء الله يا رب تتم هذه الاستراتيجية لحماية الأسر اللي هي العمالة الغير منتظمة. اتفضل. أشكرك جزيل الشكر السيد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.